تقول السائلة فتاة في بداية عهدها بالتوبة إن شاء الله، وتخشى على نفسها أن تعود للمعاصي، فما هي الأمور التي تعينها على الثبات على الهداية؟ الدعاء، تدعو الله أن يثبتها على التوبة، تستعين بالله. ثانيا تكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله، تلاوة القرآن، هذا يعين على التوبة، قراءة الكتب النافعة تعين على التوبة. ثالثا تجنب أصحاب السوء وجلساء السوء أو الجليسات السيئات، تتجنبهم ولا تجالس إلا الصالحين. نعم.